كون يا ربي مرك باغي دير والو المهم تحلى وتعاود تكره تعاود ترتخى وتروح ترقد. بصح كل واحد كي داير كي عايشين الطبقات اللي عايشين. انا نهضر على الطبقه تاعي انا كي نروح نحل الفرجيدار تاعي نتاع الباب الحياه الاولى تكلم هذيك اللصيقه تاع الباب تك 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 الحاجه الزاوجه الشومبره تاع ام اوفاس الكوزينه تنوض قلعوه قلعوه ريحو كم غيسير بارح عليه تقول فيه لويس تندب كاع المطحلي الراس تاع والدي كان قيجا معمر ولا ما تغيطي الفرجيدير تاعنا كي نحله الحياه الاولى زوج حبات لي من فوق من الاستقلال فرر زيد لي طاج الاول قرعه بيبسي كوكا ميريندا فونتا بصا اكونديسيون كاع معمرين بالماء الاعمال بالنيات نوي كوكا تشرب كوكا نوي بيبسي تشرب بيبسي ترمو قعدت نحل الله يخلف على كرافس وقصبر مزهلنا الحياه ترمو قعدت نحل ونبلع بزاف زوج حبات بصلت تحت النطقو قال لي باغي نحلفوا لك باللي احنا رانا هنا لاش روحك وقت الليلة نوض جيعان على 3 تاع الصباح جيعان جبت كاردا خبز حليت الفرجيدار جبت حاجة وقعدت نطلص 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 كليت شربت الماء شبعت رحت رقدت 8 تاع الصباح جات عندي ما مالك قلت لها كيدوقوا على الصباح خلعتيني شاكي قلت لها كمريضة قلت لها علاه قلت لها شميعات وراها بيت نصرت في ديك لوفينال حتى تقريعة تبدلت ولا تكلم بلب 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 تقريعة ولا تقليسي ارجع انا هنا في الفيليج الحمد لله عندنا صحابنا ونزعقوا القنت اللي نروحوا لها نريحوا نضحكوا فيه عندك القهوه تاع بختاو اللي بغى يباصي ربي اللي بغى اللي يبليه ربي يكون باصي ريحتهم هذيك القهوه اخويا غلي زانديكاتور راهم خالعين يا اخويا واحد الليله كي كان محمد الدبريدع بلعوه كي كان محمد الدبريدع يهدموا في ديك السكنه تاعهم كنا مريحين حنا برا على 8 تاع الصباح هي بغيت نزعق معاه قلت له محمد باغي يسقسي قال لي واه قلت له السلاح اللي لقيته في وسط القرمود كي درتو له قال لي ودي السلاح بشراء عندك ضحكنا على 8 وشورت 8 9 10 قرقبوا عليا في الدار حليت الباب هذيك سمعوا بها حليت الباب الحومه خضرا بلي جوندام انا قلت له ودي يا جماعه كنا نبيعو كش بكري بصح حبسنا شكيتو على جوز خرجت وسوس قلت له قال لي وراه حلو قلت له حلو بالخلعه اقسم بالله يا جماعه قلت له ودي كاين عمي يخدم الترافيك بصح ما راهش هنا خلوا له النيميرو تاع التليفون كي يجي نعيطكم رفدوه على غفله قال لي لا صغير اودي صغير غير تعتبان لي شداه قال لي ورا صغير قلت له اودي انا قال لي روح طلع انا كي طلعوني انا ما ندير حتى حاجه للدوله ما عنديش حاجه تحرام قلت له اودي انا ربي ربي قلت هذه سيرمو كاميرا كاشيرا باغي يديروها لي اللهم كملها راجل طلع فيها داوني بالصغاري بومبيا وكنا يزغرتو ولا بوليس يزغرتو وانا مخرج يدي متاقة تحسب علي لابوه انت صاحبي لا توكي وصلوا توكي وصلوا طلعوني لوهر الطريق وهر نعرفتها بصح كيف وحدو نخشوش ما عرفتهمش دخلوني تحت الارض كي دخلوني تحت الارض دمني جوندام حتى منا تحلي 3 بوان قلت اي هذيك زعقه قال لك نزعق وداخل غايه يدخل صايد تما بدا يدخلني الخوف دخلت نتلاقى واحد السيد مكتفينه نقسم لكم بالله لا موف بالصوت موف خلط ابويا دار لهم دليل كاع كيما هكا قال لي زلزلت على صنم قول لهم انا درتها قعدت نشوف فيه قلت انا سقسي قلت واللحيه عندها نص تاع اللحيه قاعد النص اللي منها اللي فينا هنا والله لا ما نتوفش محسن قعدت نشوف قلت له انت ولد عمي باغي نسقسيك قال لي نعم تفضل يهضر غير اللغه العربيه تسبنو سينا قلت له انت علام دليل كاع كيما هكا قال لي انا مثلك لا اريد ان اتكلم قلت انا اتكلم لا جامي نوصل موصل انا اصلا اتكلم وحدي بلا صوت انا اتكلم من بكري ايوا اخويا وحد البنيادم عند الدوله الله يحفظهم الله يسترهم تولي شو وصلوها لهم يعني كي نبغال يخلصوهم يوكلوهم يشربوهم خدمتهم كي يجيبوا عندهم يبردوك يعرفوا غير صوتوا ما يديروا والو كي دخل انا كيش تدخل احنا مع الباب بلا ما يدخلهاش قال لي كي راك داير قلت له والله الحمد لله قلت له انت كي راك داير صحاب الدار قال لي شي دخلك صحاب الدار قلت انا غير ساقسي في الشاف هذا مكان قال لي على بالك عجبناك قلت له والله ما كذب عليك ما على باليش قلت له بصح يا شاف لي على صحاب الكيف كاين ولد بيضه راه يبيع تحت كاين جمعك كاين الاخر راه يبيع صاروخ قال لي احنا لا خاطر مشى الدومين تاعنا قلت له انتم واش من قوات جاب لي كاتالوج تصاوير قعدت نشوف واحد قاطع له ودني واحد قاطع له كرعيه واحد قاطع له نيفه قلت له ودي والله يا الشيف ما نعرف حتى واحد فيهم قال لي لا خير البوزيسيون اللي بغيت تموت بها قلت له ما كاش تاع ربي قال لي داك غير تاوع قلت له الله يقدركم معه والله قلت له صلي ما يهدرش قال لي بارك الله فيك ايوا جمع حدايا قال لي على بالك على جبنه قلت له ما على باليش قال لي السلاح وين راه قلت له السلاح غير نخمم غير بشويه نقول لك سلاح 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 سلاح
قال لي انا غادي نعاونك السلاح اللي هضرت عليه في القهوه. ربي سيدي جيب لي القلب اللي يقول له بلوك تنزعق. بعد نشوفوا السلاح سلاح سلاح اللهم صل على النبي. السلاح خلعتني وكان حسب حاجه واحده اخرى خلا ضربوا ياك هذا غير السلاح وجيتو قعد لها الاولى والحيه وكل شيء. قلت له غير بيبيتوني نجيست. قال لي السلاح وراه. قلت له السلاح راه محمد الدبريدع. محمد الدبريدع 4 تاع الصباح كان معايا جايبينه على بزغينا. كي دخل تخغلزت داخل الصفق كل حميد وشو كاين. لما تخافش غير لافير تاع السلاح. قال لي بصح قولهم بلي كنت غير ساعه. قلت لها جوست هومو. قلت لها انا صغير ما يامنونيش عيطتك انت قولها لهم. يا محمد الدبريدع يا ابني عمي كي ولاو يضربوه هو فيه الشعر في صدره. كي يضربوه بسرعه ويقلبوه من ذاك الشعر يقعدوا يشبدوا نسمع فيه يقول لهم صحابك ما تبشش يا شيخ ما تبشش يا شيخ ما تبشش. شوف يا ابني عمي ما خلوه يا ابني عمي يا ما خلاو لها شعار تاع الزهر ما خلاو لها شعار تاع ليموني نتفوه. قلت لها خلا ضرب مخ الخاليه خطره جايه ما تروح تدير ستيتيك ما ولا روحي عند خوتي. من بعدك عاد نخمم 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 شكون اللي يجيبها يتصوت شكون شكون كاين مصروع عيرات نسالها 40,000 في شهرين ما بغاش يعطيها لي. قلت والله نجيبها بيتها حي معنا. قلت لها شوف قال لي واه. قلت لها كاين واحد اخر معنا هذا ما هدرش الاخر يهدر اوفيسيال. قال لي وين نسكن. قلت له يسكن في ستات 1000 سمو مصروع عيرات يخدم طاكسيير. قلت له من الرابعه الراب ما يفطوش كي خلا ضرب مويته من الرابعه الخمسه قال له ربع كان معنا جايبينها لبست اختي تبان. دخل قال لي حميدو شكاين. قلت له شكاين. قلت له خويا ما بغاش يعطيني دراهمي انا شكيت بك. قال لي بصح قال لي قال لي على الشيطان. قال لي بصح كنت شفت كبير سلي كونفوكاسيون من بعد نوقفوا في دار الشرع. قلت له يا خويا انا عندي العرف جابوك ديريكت. يا مسور عيرات كي يضربوه بسرعه. نسمع لي جاي يقول يا والله اللي تيصومي يا والله كلاوة بالصوت هذا في ليش فيه التواريخ تعقلوا ذاك العام الحمام اللي طرتك الحمام ولايت عم سما تعقلوا ليش جداتي كانت تحمم ذاك القيشتة جات من الحمام للدار غير بسربيتها دايا بغطية غير وجهها وهاودة على القهوة نورمال كدي ليا يعرفوا كي دخلت عمي قال لها وراك جاية كيما هكا قلت لها اللي يحشموا كاع ماتوا قال بصح مو هكا بغطي مخلي غير عينها قالت له الحي على الوجه هذا قالت له انا رحمة ربي قيس سربيدة قالت له الناس هربوا بالتواصل او يا هذا الفيديو شرف التواريخ والله اعطينا حاجه من الفيديو اش صرات قارون اجد او هذه العام اللي كان الارهاب إرهاب والحمد لله اللي رانا نريحوا غير هذه القعده الدنيا وما فيها كان الارهاب كان قوي كان في 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 بن ملوكه واحد العام قال لك داروا عليهم في لوني في الجي قال لك قتلوهم كاع ضربوا ميسين يموتوا كاع بن ملوكه كما داروا كان عندهم تنبك كانوا عندهم الشعب اللي كان في المصلى تاعهم قد ما يجوا خمسه صفوفه ارهاب فايتين من تماك قضبتهم العيشه كان دخلوا صلوا بلي كلاش تاعهم دخلوا كي دخلوا الشعب ولا شوف بلي كلاش الناس ارهاب بالحياه وكل شيء هذوك اللي كانوا يجوا في خمس صفوفه ولاو في خمس في صف واحد هاك مثلي سقينا صاحبي الايمان خاق خشوع بصح هو كاين بروبليم ولاو مع الايمان في خط واحد جست ايمان ايمان ولا يقول لهم يا جماعه الصلاه ما حرام ولاو الرون وانا نصلي في المحرم واحد من كثرة الخوف ولا يقول الشيخ هذه غير عيشه وفايته فوت هنا صلي لنا هذه وغدوه والله نعاودوها غير ولا يقول لا قال لك والله الا كيما قول لها الشيخ حبوك يا والله يا شيخ لا بغيت هو يقول لهم لا 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 ربي هذا راكم زعقوا تا لا شفنا قرع قرع الله اكبر ما طاش والامام هذا كله يقعد قال لك ساعه واقف نص يهودها وربع يهودها خشوع ديرك شيخ تاع الارهاب عنده صوالح اجي يصلي ويروح يقتل قال هاي ما جاي قال السلام عليكم بالوضوء ايوا هذا بالرزو كانوا يحلفوا في بوت هذه بصح ناض كان يصلي معاهم ناض راح يجري يدير دخل عند بوت تلقى بوت فرشي طومونجير ويضحك قال راك تضحك قال راه مهنا قال شكون قال ارهاب قال شو غادي نخزن في الماريو ما كاينش اللي ما كانش عنده ماريو تاع بكري تبلع بالتقشيره كاع ايوا دخل في الماريو يقول حرز قال لك نقول قال لك صايب هو يدخل دخل قبع في الماريو وبلع عليه جاو الارهاب دخلوا قال ايه وراه بوك قال لك كي حالوا عليه الماريو تلقوه داير هاك نقسم لك تلقوه مقنبع
هي حل لي المريو ديريك دراما صافا شفت ايراب قال شو دير انا والله كرهت من برا المريو قال اول قال اول قال كنت قاعد برا كنت متخر يا ناس يا جو يا لك نوه بالصوت ايش معنا الخير كنوه ما قلتلوش انا اللي امكن روح عيطة نقول بزو بزو يخرج بوه يقول لك تحوز على الحركة اين قلت عليه زففت بوك بشي جاية ده بوك قلت له ربي وصل لي البوك كان يا وصل لي التاتا قاعد بشي قاعد بشي قاعد الام والام والام قاعد يجي وجه مشتاني قاعد كان يكرهنا من يضلي توه هذي بملوك وخطرة قالك صدموا الترافي عرف دايرينا كيما كان في بملوك قرع قريا كمارا قريا كمارا الناس كاع يحوق شكون اللي كانوا مزهينهم واحد بالغايطة واحد بالطبل تغرطاك تغرطاك قالك عود كمارا قال هو ايه وصابا قال ما عجبكوش بلادو حرام قالوا لنا والله ما دينا هذي قالوا ما كاتب لي مسمار شيطان قال له والله قال السيفير سمعتها البارح قال له نويت نحبس اليوم وحشموني جماعه قال له غير اليوم ومونزيد والله مونزيد طلعهم للجبل ارواح ارواح تشوف طلعهم داروهم في قد قال له شوف انت مول الطبل يا مول دربوك او تحبس في هذاك خرجهم لك برافار وانت ما نهضرش معاك مول الغايطه انت اللي تحبيه ذاك مول الغايطه في تي تي كاع اللي هو في تي تي في تي كي عيا مسكين ديال قرع قرع شوف تقوم يصلوا هذاك مول الغايطه ولا يخرجوا له الصوالح هنا عروق وكل شيء يا حنوك هاك دايرين وهذاك مسكين هنا الشلافي خناضوا له ما كنت نطبل دقرده دقرده للامسك راه صاي السلف صالح ديريكت ما كان زعما هادي مملوكه والله العظيم اللي راه فينا خلصوها زدنا حاجه اوه ديك تاع الكنز ثاني خليها في السطر هذه كاع ما نهضروش دوك خاطر داروا بي واحد الجمعه قال لك تخرجوا كنز تي الساحه الكنز رانا غير قاعدين ها نروحوا صاي دينا رحنا لواحد البلاصه هنا في الغابه قال لك شوف هذه فيها كنز قلت له ودي قال لك جيب طالب باش يقرا قلت له ودي شوفوا جماعه غادي نفهمكم انا اللي قاعد معاكم قينا عطوني ما قيناش بصح باش نحفر ما نحفرش قال لك صح جبنا واحد من مستغاني ما يطير في الحفير تير مش عم العام ويحفر على الكنوز والف جابوه قال لهم سمعوا يا جماعه انا غادي نحفر كون نلقوا الكنز دوه طوني 500000 كل صاي اي كي حط الفاس قال لهم جماعه شوفوا عطوني 500000 صاي ما خاصنيش الذهب قعد يحفر 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 وهذوك الطلبه مجمعين زوج جماعه قال لي لك واضي قلت راني واضي انا ماكش واضي جمعنا يقرا لي يقرا يقرا من بعد خرجت واحد الشلابه تاع النار غير شويه وقعد الضف من بعد راه العظيم مول الفاس مول الفاس والامام قال له الطالب هذا قال له حس تهضر قال له لا ما نهضرش ادوني 500000 صاي قال له كي نكونوا نحفروا ما تهضرش قال له صاي ما نهضرش انا مجمع معاهم انا كنت حاسب الصوالح شكيل قعد الاخر يحفر يحفر دوك الشلابه جات عند مول الفاس قعد تدور به هذاك مول الفاس حبس ودار عند الشيخ بن قال له الاخر ديالها الاخر وش الهبه كبرت السيد راسها حما يا اخويا ودير عندها شوف كنا ديالها حرقتني حرقتك وديك الشلهبه توقف اخويا وتروح وين الايركات جينا في ايركات داخل زد ايركات الحرقت قال لك قلت لك ما تهدرش قلت لك ما تهدرش الان ماشي نتبع دوك الصوالح في وقت التسعينات كان كاين لا داعي بالذكر الاسماء او دي ولا نقول الاسماء كاش راهي كاميرا غادي نخلصها نخلصها كان بكري الله يذكرهم على خير كان الشعط هو واحد اخر قال لها كانوا مشومين وخو جا قال لها قال لها ما نقريسوش عليها قال لها وين نقريس طافوا على التليفون انت معليش موهر راك باين بلي موهر انا قديمه المهم
قال لها اللي ما نقريسوش، قال لك ينقريسوا، قال لك كوني يحكمونا، قال لها وين يفقونا، قال لها الارهاب راه يقريسي وحنا نقريسو، كاس كاش حاجه يحصلوها في الارهاب. قال لها صاي، قال لها الارهاب كيفاش كانوا يهضروا، كانوا زاطلين. قال لها نورمالمون كانوا يهضروا اللغه العربيه نورمالمون. قال لها يا صاي نروح، قطعوا طريق النيجريه وقعدوا يقالعوا ديروا كوارا وقعدوا يقالعوا كاش لوطو جيولا. جا واحد مولا اردوز قال له حس عيط لي باسمي، قال له نهضروا غير اللغه العربيه. قال لها صاي هذه اقسم بالله يا خوتي لا بصح. قال قف جا منا فتشوا يا شحط. طاح فيه طاكس 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 طاكس. قال مولاي قاعده غير كلها باع كره منا. قال مولاي ليس عنده شيء شاطق هنا. قال يطلق ربه زيد. يا والله لا بصحة كمان ليه دخلوا هذاك مول الاردوز ذكر 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 ذكر. هو طلاب ريقات، هو طلاب ريقات قرقب لاب ريقات بكري كانت انا تعقدي كان يحل لي غير الشباك. كنت قول لك قتلوا لي خوتي، قول لك غدوه نولي غدوه ولي بلعوه. ايوا حل عليك. قال له مالك؟ قال له تيكريساوني الفوق. قال له دارين الحياه عندهم السلاح شاول. قال له شداو لك؟ قال له داو لي كلاب. قال له يا روح غدوه ان شاء الله. قال له عزيز عليا ذاك الكلاب. قال له كون كنتو؟ قال له ودي. قال له هادو ارهاب ولا شنو؟ قال له والله ماني عارف. قال له كذبوني ما قبل ارهاب بصح ماشي كيما. قال له شاي هضروا؟ قال له الفوق راه غير اطلق ربها وخبز ربها. والله شو زطلع شو شي بين التلاميذ ويا الناس خسرتها. الحمد لله كيما خطرش عندي ولد سباقي للدار، ولد سباقي كاع تعرفوا تاع ساكلونا. عرفت هدرت اللي في عرس خطرة نصلوا في جامع تاع الفيلاج ولا مختار، كنا نصلوا في جامع تاع الفيلاج هنا. والله يا جماعة خير الله بصح نصلوا انا ندعي الله مغفر لي ورحمني ورزقني. هذه كاع نقولوها اغفر او بيكملها غير هاكم. جا واحد جا حدا هما يهضروا يسمعوا هضرتهم قاعد يدعي الله مسخسر 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 الله مرزقني بسامبوليا بسامبوليا. هذاك تشوكيت والله. والله قعدت ساقر هكا قلت راه منيتها. عاود قعدنا نتصنت نيشا سامبول والله ما عشمتش. ها هكا يقول فيها نورمال. يعني حشمت في بلاصه وريت نقول يا ربي ما نديش صايب. حتى غير هو كي تمنى قلت له باغي نسقسي قال لي واه قلت هذا لا ميزورون ولا بيجو. هي قال لي كلمه كبيره في الحق عربي ولا هكا. وش عندي للدار قال لي انا راه كنت تهضر لك تهضر ليا في العرس. قلت انا اني ما هضرش سمعت ما تقولي. انا كاين واحد السيد في رزيو راه يعرفه كمال خويا بخير عليه السيد لاباس به مربي كروكودين ومربي سبع في الدار. مرض له السبع ولا قضبطها كي دياري الغالي في اللي قال لي ودي حميدو على 12 اللي قال لي حميدو سبع راه مريض كون دير الله قلت له ودي انا با تجيب عندي. قال لك بروسي 70 مليون كون نقلبو عندي. قال لي ودي غير دير الله. قال لي غير داوي غير شويه ونعاود رده. قلت له ما كاش مشكل. جابه جابه عندي دخلت لانكا غريت الماء تاع الروز وعطيتها لا يشرب شرب 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 من بعد خليتها في لانكا قاعد يروح حمي خارج. خرج كان حديده قاعد شوف حميدو حميدو. جيت انا قلت له من ذا الشيء؟ قلت له سبع. اوه نورمال هكا تقول لي فيها زعما شغل طاي طاي هكا. قلت له كان يقول لك هذا شتا قلت لي هذه تاني بصح. قلت له هذا سبع زعما ماشي الريكار حسب الريكار صاحبي. عاود قال لي الحمد لله واحد غير يحمد ربي غير على الصحه. قال لي بصح ماشي جاي رخص شويه لا. قلت له لا هما هاكم. قال لي لا تعطي لي ياكلوا غزال يا دم والاس. دخل انا جا عندي السيد في الليل عطيته صالحه وراح. عاود قلت له دير وعدي ما تخليش عندي الداه. عمي خرج الصباح انا خارج عليه فايت على الحانوت. عمي داه روح توا ورا سمعت البارح. قلت له شو وين سبع شنو الهضره؟ قال لي جبتها وكنت انا مريض الله يهديك سما ريكار. عاود سيمانه انا فوت عليه. هاي اروح خصك والو خصك عندك درامبل دور ولا لا عندي هذاك سبعت.
للآن مازال ما على بالناش حبس الريكار كان جول 15 وهو يضرب مع روحه في المرايا قال لي ها يا اهبلتها ولا نعملها.